الله جديد قيد الأشغال سوف يكون اتجاه واحد، والنفق اللي كنت فيه اللي جيت منه هذاك سوف يكون يصبح باتجاه واحد كذلك. إذن تولي عندنا نفق اتجاه في كل نفق، هذا النفق الجديد اللي راه قيد الأشغال واللي سوف يولي يعطينا اتجاه واحد كما قلنا. إذن هذا هو النفق الجديد اللي انتهت الأشغال به وسوف يصبح مزدوج مع النفق اللي جيت منه واللي جينا منه الآن واللي يعطينا كما قلنا تولي كل نفق باتجاه واحد. وهنا نشوف الطريق الجديد اللي راح يعني قيد الأشغال من طرف شركة أوزبون التركية. نشوف الطريق هذا اللي راح فوق لي بورتافو، راه بورتافو كاين لي بورتيك بورتافو اللي توسعة الطريق. إذن هذا سوف يعطينا اتجاه آخر مضاف إلى كما قلنا الأنفاق القديمة اللي مرينا فيها زوج أنفاق بطول إجمالي حوالي 6 كيلومترات. وهذا طريق جديد نشوف فيه جميل جدا. جزء هذا الأشغال انتهت فيه كما سمع المشاهد فيه بعض الأشغال على فينيسيون انتهى الأشياء. هذا هو حد الأشغال تاع التوسيع. هي في الحقيقة الأشغال أسيستونس دي ترافو الأشغال تتضمن ازدواجية طريق إذن إضافة طريق جديد. وهذه أنفاق جديدة، أنا لاحظ نفق جديد آخر ثاني راح يكون يساند النفق الأول. هذا هو النفق اللي باتجاه واحد والآخر باتجاه النفق القادم يأخذ باتجاه آخر، وبذلك يكون يتم ازدواجية الطريق بطريقة عصرية. ونشوف الاسم تاع الشركة التركية المنجزة للإشغال شركة أوزبون التركية. ونزيد نتوغل في الأنفاق، أنا هذا الأنفاق هذه زهيني هذا النفق الجديد. ونشوف يعني فيه من الحراجات لازم الإنسان يسير فيه بطريقة عقلانية. إذن هذا تفرحني، تفرح كي نشوف هذه المنشآت الفنية الضخمة حقيقة، لأن الطريق هذا اللي راني فوقه هو كما قلنا راه بدون أعمدة، هو راه طريق أون بورتافو على الجبل على فلاند مونتان. إذا شيء جميل جدا أن تكون هذه المنشآت بمعايير عالمية وكذلك بتقنيات آخر التقنيات. لأول مرة استعملت هذه التقنية باستحداث دي بورتيك أون بورتافو، وعيد الكلام أفلون دو مونتان، لوضع الطريق، وضع الطابلي وضع الطابلي فوق الطريق فوق البورتيك هذا. اذا انه الحل هذا كان، اذا ما درناش الحل هذا كان المفروض
عندنا زوج حلول، يا إما نحفر في الجبل كما كانوا يديروا الطريقة القديمة، استعمال ديناميت نحفر في الجبل، ويا إما ندير طريق في وسط الواد كما درنا في الشفا. إذن هو نقترب أكثر لنشاهد. هنا نشوف جزء كاين أعمدة كما نلاحظ في المنعرج، وبعد الأعمدة عندنا دي بورتيك مستحدثة في داخل الجبل، لاحظها لهيه في هذه المنطقة. هنايا عندنا دي بورتيك مستحدثة، إذن أفلون دو مونتان، والطريق من الفوق. إذن هذا هو طريق رائع. نشوف الجبل، وهنا هنا الأعمدة درناها بسبب بعد الطريق على الحائز تاع الحاجز تاع الجبل، بما ان الطريق بعيده فغير ممكن نستعمل بورتافو، لكن استعملنا في المنطقه هذه اللي راني فيها، استعملنا اذن الاعمده في المنطقه هذه، وفي المنطقه اللي هي وفيه مناطق كثيره من جهه من هي استعملنا لي بورتيك، كيكون الطريق لاصق في الجبل، اذا يكون استعمال هذا لي بورتيك. اترككم تتابعون هذه الجوله الرهيبه على الطريق الجديد المزدوج الان بين فيه خراطه باتجاه سطيف او باتجاه بجايه.